عن زين الدين زيدان. تفريط في الكرة ما كانش لازم، ترجع من رجع عادي قصر التريوري. باهي مش عادي، باهي المحاولة مش عادي، باهي التمريرة لمراد المالكي. مراد المالكي في هجوم المنتخب التونسي، وزع وممتاز، هدف التعادل لصالح المنتخب الوطني التونسي عن طريق علي الزيتوني. هجوم معاكس، عمل كبير من مراد المالكي، يرفع الكرة بالجريستا وعلي الزيتوني يجيب سيلفستر بهدف كرة رأسية. هدف تعادل ممتاز جدا، جاوبت معاه الكلام من الجماهير حضرة في ملعب 7 نقاط بالهدف. والهدف البداية بتاعه كانت مجهود فردي كبير ياسر، ما راضيش عادي يفتك الكرة من الدفاع وتجاوز وسط الميدان ثم يمرر مراد المالكي. مراد المالكي وزع بتسديدة رأسية جميلة جدا، يتمكن علي الزيتوني من معانقة الشباك والتعديل النتيجة لصالح المنتخب التونسي بهدف شكيب ممتاز بالنسبة للمنتخب التونسي. هدف بالفعل ممتاز جدا في بداية العملية ما راضيش عادي، ثم في المناسبة الثانية من مراد المالكي واختتام العملية كان ممتاز جدا من علي الزيتوني، أجاب بطريقة فنية رائعة على هدف المنتخب الفرنسي، هدف التعادل، الإمضاء